على بركة الله ومع انطلاقة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، انطلقت فعاليات الدورة 27 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذه المسابقة هي إحدى أهم فروع فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على مدار العام. ننتظر شهر رمضان بفارغ الصبر حتى نلتقي بكوكبة من حفظة كتاب الله الكريم يفيدنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من العالم أجمع، دول وجاليات إسلامية يرسلون حفظتهم للمشاركة في هذه المنافسات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في هذا العام 70 مشاركة من 70 دولة وجالية إسلامية، سوف نتابعها إن شاء الله خلال 11 يوما من شهر رمضان المبارك، وفي اليوم 12 سوف يكون هناك استراحة لعمل بروفات الحفل الختامي، ويوم الحفل الختامي هو يوم 13 من شهر رمضان المبارك، يوم تكريم الفائزين بالمراكز 10 الأولى وجميع المشاركين في هذه المسابقة المباركة.